والله ما خدموا إلا اليهود والنصارى، والله ما خدم الظواهر والظاهري ومن معه إلا إسرائيل، وفروا لها الجو، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فتنوا المسلمين ببعضهم، شغلوهم بأنفسهم، استحلوا دماء المسلمين في أقدس بقاع الأرض في مكة والمدينة بفتاوى من هؤلاء الأوغاد تلاميذ إبليس. انتبهوا، انتبهوا لهذا المذهب الخطير، واعرفوا منهج السلف، واعلموا خطورة، واعرفوا خطورة التكفير. البعض مفتون من وراء الكواليس، من وراء الكهوف، من تحت الكهوف، وهم مندسون كالنعام. عقيدتهم التكفير بالمعصية، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكفروا جملة من الصحابة، ومنهم علي وعمر ومعاوية وكل من ينتمي إلى بني أمية، كل هؤلاء عندهم كفار. وكل من خالفهم في عدم التكفير صاحب الكبيرة يعتبرونه ماذا؟ كافرا. حلال الدم والمال، استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، استباحوا الدماء المعصومة. إنما يفعله هؤلاء الأوغاد من خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم المارقة تقية الرافضة، فأصبحوا منافقين. يعني جمعوا بين سوءتين، بين النفاق وبين ماذا؟ وبين مذهب الخوارج. لذلك هم أعظم وأخطر من الخوارج القدامى. أفتاهم زعماء يقبعون في الدهاليز وفي الكهوف، يفتونهم وهم كالنعام الذي يدس رأسه في التراب. أحد زعمائهم الموجودون عندنا من القعدة قال في شريط له إنه يضطر إلى تطبيق نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. اقتل من شئت من أجل أن تصل إلى ماذا؟ إلى هدفك. فانتبهوا واسألوا العلماء، وانظروا إلى بيانات المشايخ في الرد على تفجير هؤلاء، سواء في المملكة أو في مصر أو في الجزائر أو في لبنان أو في الأردن أو في أي مكان، مما يفعل أولئك المجرمون كلاب النار. من الذي سماهم كلاب النار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصنفون المسلمين ويكفرونهم كما يحلو لهم. وأخشى أن يكون بعضهم دسيسة يهودية أو ماسونية، والبعض مغرر به ينفذ خطط أعداء الإسلام وهو لا يشعر، والعياذ بالله. لست بالخب ولا الخب يخدعني. انتبه لهذا يا عبد الله، واحذر هؤلاء الأئمة المضلين، فقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يخرجون حتى يخرج آخرهم مع من؟ مع الدجال. وفعلا ظهروا في عهد جميع الدول الإسلامية المتعاقبة، وقد ظهروا في هذا الزمان منذ أن قرر لهم بعض زعماء الأحزاب هذا الفكر وهو تكفير المسلمين، فأفتوهم بأن الناس كلهم قد ارتدوا عن الإسلام، وأنه لم يبقى على الإسلام إلا هم هؤلاء الخوارج. وأخذوا يفتون الشباب، وأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا فلانا وعلانا من أهل السنة.
وأن يقتلوا رجال الأمن في بلاد أهل السنة، وأن يقتلوا كل من خالفهم. أفتاهم صاحب الظلال وغير صاحب الظلال، هم أخطر من اليهود والنصارى. ليش؟ انتبهوا، أنا ما قلت أكفر، أنا قلت ماذا؟ أخطر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن كل مسلم يعرف أن اليهودي والنصراني أعداء، والشيوعي وغيرهم، أن الكفار أعداء، لكن هؤلاء يتسترون بالإسلام، وهو لا يقرؤون القرآن، وهو لا يجاوز ماذا؟ حناجرهم. فاحذروا منهم، يجدون مفتين من الداخل والخارج، البعض مفتون من وراء الكواليس، من وراء الكهوف، من تحت الكهوف، وهم مندسون كالنعام. إن أمركم لعجيب. ثم هم بعد ذلك يتساءلون عن حكم قتل البعوض، أهو حلال أم حرام؟ رأيتم قتل علي حلال، ومعاوية وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وقتل البعوض اختلفوا فيه. انتبهوا واعرفوا عمن تأخذون دينكم. اسألوا العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين يفتون في وضح النهار، ليس عندهم فتاوى مخبأة في الكهوف، ليس عندهم فتاوى مخبأة في زبالات الإنترنت، ليس عندهم فقهاء يخفون فتاوى يخفونها عن الناس. خذوا عنهم وابتعدوا عن هؤلاء، عن أدعياء العلم.